الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سوف نقتطع درس شرح الطحاوية في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. الكلام على قول الإمام الطحاوي هذا في جمل من المسائل مختصرة، لأننا تكلمنا عما يتعلق بالكتب عند قول الإمام الطحاوي وأن القرآن كلام الله إن كنتم تذكرون، ولا أظنكم تذكرون لأنكم لا تراجعون، وعهدكم بالدرس نهايته فقط، وهذا ما يضفي على الطالب رسوخا في العلم. المسألة الأولى: اعلم أن الإيمان بالكتب من أركان الإيمان الستة، فلا يصح إيمان العبد إلا إذا آمن بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله عليهم الصلاة والسلام. فمن كفر بواحد من هذه الكتب مما ثبت بأن الله عز وجل أنزله بالأدلة فإنه يعتبر كافرا بالكتب كلها. وقد أمرنا الله عز وجل أن نؤمن بالكتب في آيات كثيرة، كما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. وقوله والكتاب وإن كان مفردا إلا أنه مفرد دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، والمتقرر في قواعد الأصول أن المفرد واسم الجمع واسم الجنس إذا دخلت عليهم الألف واللام فإنها تكسبهم العموم. فإذا كأن الله عز وجل قال بكل كتاب، كقول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، أي كل الناس. ويقول الله عز وجل: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فقوله من كتاب نكرة، وقوله أنزل الله هذا إثبات، والنكرة في سياق الإثبات مطلقة، فيدخل في ذلك جميع ما أنزل الله عز وجل من الكتب. ويقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا جمع مضاف، وكتبه جمع مضاف، والمتقرر في قواعد الأصول أن الجمع المضاف يعم، فيدخل في ذلك جميع ما أنزله الله عز وجل من الكتب. وفي حديث جبريل الطويل لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم له الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وإيش؟ وكتبه ورسله. ولا أعلم نزاعا في كفر من كفر بكتاب واحد مما أثبتت الأدلة أن الله عز وجل أنزله. فمن كفر بصحف إبراهيم فقد كفر بالكتب المنزلة على المرسلين كلها، ومن كفر بالتوراة فقد كفر بالكتب المنزلة على المرسلين كلها، وهكذا دواليك. فما يقال في الإيمان بالرسل يقال في الإيمان بالكتب. فكما أنه من كفر بواحد من الرسل ممن ثبتت رسالته بالدليل الصحيح فإنه يعتبر كافرا بالرسل كلهم، فكذلك من كفر بكتاب واحد مما ثبت الدليل بأن الله أنزله فإنه يعتبر كافرا بالكتب كلها. المسألة الثانية: اعلم أن الإيمان بالكتب ينقسم إلى قسمين، إلى إيمان عام مجمل وإلى إيمان مفصل. إلى إيمان عام مجمل وإلى إيمان مفصل. فأما الإيمان المجمل فأن تؤمن بما أنزل الله عز وجل من الكتب على أنبيائه ورسله من غير تفاصيل زائدة، وهذا فرض عين على كل أحد، لا يعذر أحد بترك هذا النوع من الإيمان، كل أحد يستطيع أن يؤمن هذا الإيمان العام المجمل من غير تفاصيل، وإنما يؤمن بإيمانا عاما بما أنزل الله من كتاب، كما قال الله عز وجل: وقل آمنت
بما أنزل الله من كتاب، فلا يعذر أحد في ترك هذا النوع من الإيمان. وأما تفاصيل الإيمان بالكتب ودقائق الإيمان بها فإنه يخص به من بلغه دليله وفهمه وقامت عليه الحجة فيه. وأما النوع الثاني من أنواع الإيمان فهو الإيمان المفصل، وهو أن تؤمن بعدة أشياء. الأمر الأول أن تؤمن بأن جميع الكتب التي أنزلها الله أنها كلام الله، أنها كلام الله منزلة غير مخلوقة. فالتوراة كلام الله منزلة غير مخلوقة، والإنجيل كلام الله منزل غير مخلوق، وصحف إبراهيم وموسى أيضا والقرآن كلها كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق. يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة، فإذا هي منزلة. قال: وأنزلنا الإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل، فإذا هي منزلة من عند الله عز وجل، فهي وحيه وكلامه، فهي وحيه وكلامه. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أن تؤمن الإيمان الجازم بأنها من عند الله عز وجل حقا وصدقا. فجميع الكتب والصحف التي حوت كلام الله عز وجل وأوحاه إلى رسله، سواء منها ما ألقاه الله عز وجل مكتوبا كالتوراة أو أنزله عن طريق الملك كالقرآن ثم كتب بعد ذلك، كل ذلك حق وصدق من الله عز وجل. الأمر الثالث أن تؤمن بما علمت اسمه منها باسمه، فتؤمن أنه كتاب من عند الله وأن اسمه كذا، فأنت مطالب بالكتاب الذي علمت اسمه أن تؤمن به إيمانا مخصوصا باسمه. وأما الكتب الكثيرة التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله مما لم يذكر لنا الدليل شيئا من أسمائها، فإننا نؤمن بها إيمانا عاما مجملا. الأمر الذي بعده أن تصدق ما ورد في هذه الكتب من الأخبار التي لم تحرف ولم تبدل. أما القرآن فلم يدخل في أخباره لا تحريف، لا مطلق التحريف ولا مطلق التبديل مطلقا، لأنه كتاب محفوظ من عند الله عز وجل. وأما التوراة والإنجيل فلا بد أن تتأكد من أن هذا الخبر هو كلام الله فيها، لأنه قد طالتها يد التحريف والتبديل، ولا طريق للعلم بصحة كلام الله عز وجل في التوراة والإنجيل إلا إذا ورد عن طريق شرعنا، إما كتابا أو في صحيح السنة، إما كتابا أو في صحيح السنة. فإذا ذكرت آية من القرآن أن مما أنزل الله في التوراة أو الإنجيل أو الزبور كذا وكذا، فحينئذ هذا يعتبر من الأخبار التي يجب الإيمان بها والتصديق، كما قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم، أي اليهود فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين. قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهكذا في آيات كثيرة. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن هذه الآية التي تقرؤونها يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال: وفي التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله عز وجل حتى يقيم به الملة العوجاء فيفتح به أعينا عميا وأذانا صما. هذا في التوراة لثبوت النص به. وأما أن يفتح الإنسان ما في الكتب التي في أيدي القوم ثم يبدأ يصدق الأخبار التي فيها فهذا لا، لأنه سيأتينا مسألة إثبات دخول التحريف أو وجود التحريف في الكتب في التوراة والإنجيل والزبور. وأما القرآن فقد سلم من ذلك، لأن الله عز وجل هو من تولى حفظه، فكل خبر ثبت في هذه الكتب فالواجب عليك أن تصدق به وألا يدخلك فيه شيء من الريب أو الشك. ومما يدخل في الإيمان المفصل أيضا العمل بما في هذه الكتب من الأحكام الشرعية ما لم تنسخ. والأصل في هذه الأمة أن تعمل بالقرآن، ولها أن تعمل بشريعة من قبلها إذا لم يرد
ناسخها في القرآن، كما تقرر عند الأصوليين أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرد نسخها في شريعتنا. من قبلنا هل شرعهم شرع لنا أم ليس شرعا ثابتا أصغي لنا؟ والحق أن ما أدري عنه يقول، والحق أن شرع من قبلنا شرع لنا إن لم يرد ناسخه في شرعنا. من قبلنا فشرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا، مثل تشريع الوكالة، تشريع الضمان، وكل هذه الشرائع التي ثبتت في شريعة من قبلنا فإنها تعتبر شريعة لنا. وأما ما ثبت أنه شريعة لمن قبلنا ووردت شريعتنا بنسخه فإياك أن تعمل به. ولذلك صارت شرائع من قبلنا بالنسبة لشريعتنا لا تخرج عن ثلاثة أقسام: شرائع من قبلنا وردت شريعتنا بتشريعها، فهذه نعمل بها لأنها شريعة من قبلنا ولأنها شريعتنا. القسم الثاني: شرائع من قبلنا ثبتت شريعتنا بنسخها، فهذه لا يجوز لنا أن نعمل بها لأننا متعبدون بالعمل بما في القرآن من الشرائع. فإن قلت اضرب لي مثالا على ذلك، أقول: من الأمثلة على ذلك جواز سجود الإكرام والتحية في شريعة نبي الله يوسف وخروا له سجدا، ولكن في شريعتنا نسخ هذا فلا يجوز أن يسجد أحد لأحد إلا لله عز وجل. ولذلك لما سجد معاذ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك، طبعا تأويلا، أنكر عليه ذلك وقال: إنه لا يسجد لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد إلا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومنها كذلك أنه كان في شريعة نبي الله موسى أن أحد أمته إذا أصاب ثوب أحدهم شيء من النجاسة فلو غسله بمياه الدنيا ما طهرت، بل علاجه أن يقرض بالمقراض، تقرض موضع النجاسة بالمقراض. وأما في شريعتنا فقد نسخ هذا وأمر بتكثير موارد النجاسة بالمياه حتى تزول صفاته، بل لو زالت عين النجاسة بنفسها بالشمس أو بالاستحالة أو بالريح فإن المحل يطهر، وهذه من نعمة الله. ففي سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث عبد الرحمن بن حسنة عن عبد الله من حديث عبد الرحمن بن حسنة قال: دخل قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه الدرقة فجلس يبول إليها، فرآه أحدهم فقال: انظروا إلى هذا يبول كما تبول المرأة. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، أو ما تدري ما أصاب صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه بالمقراض، فأنكر عليهم فعذب في قبره، يعني أنكر عليهم تطبيق شريعة أهل ذلك الزمان. فالاستنجاء بالماء الذي قلت بأنه يعني من شأن النساء، لأن الرجال ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالنساء الاستنجاء بالماء، وإنما كانوا يستجمرون. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بعد بوله بالماء قال: ويصنع كما تصنع النساء. وأنتم تعرفون الاستنجاء بالماء من جملة شريعتنا، فيقول: انتبه، لا تقع في إنكار الشيء المشروع فتعذب كما عذب صاحب بني إسرائيل لما أنكر عليهم الشيء المشروع في زمانه. مثال ثالث وأخير: لقد كان في شريعة نبي الله موسى أن الإنسان إذا وقع في الذنب العظيم فإن من كمال توبته أن يقتل نفسه، قال الله عز وجل: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. ولما في شريعتنا ولا الحمد: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. فليس بين العبد وبين التوبة حتى من أعظم الذنوب وهو الشرك إلا أن يصدق في توبته ويستجمع شروط التوبة الصادقة النصوح ويتوب الله عز وجل على من تاب. القسم الثالث من شرائع من قبلنا شريعة ثبتت أنها من شريعة من قبلنا، ولكن لم يأتي شريعتنا لا بالأمر بها وتشريعها ولا بنسخها، فتأتي هذه القاعدة أن شريعة من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه في شرعنا. وإنني بحثت الفروع التي يخرجها الأصوليون على هذا القسم الثالث، فوجدت أن الخلاف بين العلماء لفظي، وذلك لأنه ما من شريعة نقلها الشارع ممن قبلنا إلا ولا يخلو الأمر من حالته،
عفوا من ثلاث حالات: إما أن يأمر بها فتكون من القسم الأول، وإما أن ينهى عنها فتكون من القسم الثاني، طيب وإما أن يسكت عليها فتكون من شريعتنا، لأن الشارع إذا أقر فهذا تشريع إقراري. ولا أجد مثالا، ما أجد مثالا أبدا يصلح على تطبيق هذا القسم الثالث. لماذا؟ لأنهم يأتون بأمثلة على شرائع جاءت عن من قبلنا لكن ذكرها الله ولم ينكرها، إذن أقرها، والقرآن لا يقر إلا الحق. أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح أو في معرض الإخبار ثم أقرها ولم ينكرها. والمعروف عند العلماء أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. وبناء على ذلك فيثبت عندنا القسمان الأوليان فقط، وأما خلاف العلماء في القسم الثاني فكأنه خلاف لفظي لا ثمرة له. جميع الأمثلة، وهذا بالاستقراء التام، جميع الأمثلة التي يذكرونها على القسم الثالث كلها يجمعها شيء واحد، وهو أنها شريعة وردت إما في القرآن والسنة لكن القرآن سكت، لم ينهى ولم يأمر، فإذن هي شريعة إقرارية، فهي من شريعتنا، لأننا نثبت التشريع بالأقوال والأفعال والإقرار أيضا والإقرار أيضا. فإذا من مقتضيات الإيمان بالكتب العمل بما ثبت فيها من أحكام شرعية، ومن مقتضيات الإيمان بها أيضا الإيمان الجازم بأنه يصدق بعضها بعضا، فليس بينها اختلاف ولا تناقض ولا اضطراب باعتبار مسائل الاعتقاد والأخبار الغيبية. فجميع الاعتقادات والأخبار الغيبية التي نزلت في التوراة والإنجيل يؤيدها القرآن ويصدقها، وليس في كتب الله شيء من التناقض أبدا في هذين الموضعين. لكن أما في الشرائع فقد ينهى القرآن عن شرائع من قبلنا، فإذا أنا أتكلم عن الأمور الغيبية أو الأخبار أبدا، ليس في الأخبار الغيبية ولا في العقائد العلمية شيء من التناقض أو الاضطراب بين كتب الله المنزلة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق إيش؟ مصدقا لما بين يديه. فإذا كتب الله يصدق بعضها بعضا. قال الله عز وجل عن القرآن: ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فإذا ليس ثمة شيء من العقائد مضطرب أو مختلف في كتب الله، ولا شيء من الأخبار الغيبية مضطرب أو مختلف في كتب الله، انتبه. وأما الشرائع فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإذا الاختلاف بين الكتب كالاختلاف بين الرسل، فكما أننا نثبت أن الرسل متفقون في مسائل الغيبيات والعقائد لكن يختلفون في التشاريع في الأمور العملية لا العلمية، فكذلك الكتب متفقة في مسائل الاعتقادات ومتفقة في مسائل الغيبيات لكن في مسائل التشريعات تختلف. ومن مقتضياتها أيضا الإيمان بأن القرآن أفضلها وأجمعها وأرفعها رتبة وأنه المهيمن عليها، فأفضل كتاب أنزله الله عز وجل على رسله إنما هو القرآن، وهذا باتفاق المسلمين فيما أعلم، لم يخالف في ذلك أحد، فأفضل كتاب أنزله الله عز وجل هو هذا القرآن، هو هذا القرآن. ومن مقتضياتها أيضا الإيمان بأن القرآن محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ومن مقتضياتها أيضا الإيمان بأن القرآن خاتمتها، فكل من جاء بكتاب يزعم أنه من عند الله غير هذا القرآن أو بعد القرآن فإنه كاذب في دعوة، كما أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكل دعوة للنبوة بعد نبوته فزيغ وهوى، فكذلك من كتب الكتاب بيده ثم قال هذا من عند الله أو هذا أنزله الله عليه أو هذا وحي أوحاه الله عز وجل إليه فإنه كذاب.
قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. كل هؤلاء دجاجلة، وهذا سيكون في آخر الزمان كما قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وفي الصحيح أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أو ثقها نبي الله سليمان يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا. يوشك إن في البحر شياطين مسجونة أو ثقها سليمان يوشك أن تخرج على الناس فتقرأ عليهم قرآنا. هذه جملة المقتضيات. ومن المسائل أيضا إن قلت: وكيف كان وحي الله لأنبيائه بهذه الكتب؟ ما طرائق الوحي بهذه الكتب؟ الجواب: لقد فصل الله عز وجل طرائق إنزال هذه الكتب على رسله في قوله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فمن الكتب ما أوحاه الله عز وجل من وراء حجاب على النبي، فالنبي هذا أو الرسول هذا سمع الوحي مباشرة من غير واسطة رسول، كالتوراة كتبها الله عز وجل وأنزلها بلا واسطة رسول على نبيه موسى. ومن الكتب ما ينزل بواسطة الرسول، والرسول الملكي الموكل بالوحي هو من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، كما كان جبريل ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا القرآن سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من الله بواسطة جبريل كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد كان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على عدة أنحاء. لما في صحيح البخاري أن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال: أحيانا يأتيني على مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. تقول عائشة: ولقد كان الوحي يتنزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا فإذا إنزال هذه الكتب إما أن يكون بوحي الله مباشرة على الرسول إما مشافهة أو كتابة، وإما أن يكون بواسطة الرسول الملكي. ومن المسائل أيضا: اعلم رحمك الله أن القرآن ناسخ لما قبله باعتبار الأحكام والتشريعات، فلا حق لأحد في هذه الأمة أن يترك العمل بالقرآن استكفاء بما عند اليهود من التوراة والإنجيل، كما هي الدعاوى الكثيرة التي تنطلق من أفواه من لا خلاق له. ولذلك من قال بأن من تعبد الله بشرائع التوراة والإنجيل فهو كمن تعبد الله بشرائع القرآن فإنه كافر، خالع الربقة الإسلام من عنقه بالكلية إن كان ليس بسكران، يعني إن كان عقله معه ويعي ما يقول فإنه كافر. فلا حق لأحد من هذه الأمة أن يخرج عن مقتضى شريعة القرآن، بل من زعم أنه يمكن أن يخرج عن مقتضى شريعة القرآن فإنه كافر بإجماع المسلمين فيما أعلم. ومن المسائل أيضا: اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله عز وجل: صحف إبراهيم وموسى. فهل صحف موسى هي عين التوراة أم أن التوراة غير هذه الصحف؟ على قولين لأهل السنة والجماعة، والأقرب عندي أنها غير التوراة،
والأقرب عندي إن شاء الله أنها غير التوراة. فالتوراة كتاب كتاب تولى الله عز وجل كتابته بيده، وقد نوه الله عز وجل به في كتابه في مواضع متعددة، ولم يذكر هذه الصحف إلا في موضع إلا في موضع واحد. فكأن هذه صحف أنزلها الله عز وجل موضحة لشريعة التوراة كالسنة التي كانت تنزل على رسول الله وهي الحكمة، موضحة للقرآن. فهذه الصحف ليست هي التوراة في أصح القولين، ومن قال بغير هذا فليس هذا الخلاف من الخلاف العقدي العظيم الذي يوالى ويعادى عليه. ومن المسائل أيضا، اعلم رحمك الله أن التوراة والإنجيل والزبور قد دخلها التحريف وطالتها يد التبديل والتغيير كما أثبت القرآن ذلك، وهذا التبديل والتغيير له عدة أسباب، فمن أسبابه كثرة الكذب، ومن أسبابه استثقال تطبيق شرائع التوراة والإنجيل، فقد كانوا إذا استثقلوا تطبيق شريعة من الشرائع استبدلوها، كما استثقلوا رجم الزاني والزانية فقالوا فاستبدلوها إلى تسويد وجوههم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدونه أن يحكم في زان وزانية يهوديين، قالوا اذهبوا إلى هذا النبي الذي يزعم أنه نبي واسألوه عن حكم الزنات، فإن قال بما تريدون فاتبعوه، وإن قال بخلافه فاتركوه، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تجدون حد الزنا عندكم في التوراة؟ قالوا نشهر بهما ونسود وجوههما. فخرج عبد الله بن سلام وكان عالما من علماء اليهود قال كذبتم، اقرأوا التوراة. فقرأوها فوضع القارئ، شوف كيف الكلام، فوضع القارئ يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فقال صدق صدق يا محمد، نجد في التوراة آية الرجم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، قال فلقد رأيته يتعرض بجسده للحجر يقيها، يعني ما بيحامي عنها الشاهد يا أخوان. فإذا هذا كله يدل على أنهم كانوا إذا استثقلوا شريعة من شرائع التوراة والإنجيل حرفوها، ومن مقتضيات تحريفهم أنهم كانوا يحرفون طلبا للمال، فهم يشترون بآيات الله عز وجل ثمنا قليلا، كما قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يتكلم عن طائفة من بني إسرائيل يكتبون الكتاب فيقولون هذا من عند الله، هذا إنجيل يوحنا، هذا إنجيل متى، هذا، وكله تبديل وتغيير حتى يتقاضوا به الدنيا. ومن مقتضياتها كتم الحق وبغض إبرازه، لأن في إبرازه إسقاطا لهم، فهؤلاء الأحبار والرهبان يعلمون الحق، ولكن يعلمون أنه متى ما أبرز هذا الحق سقطت مخصصاتهم أو سقطت هيبتهم أو بان كذبهم ونفر الناس عنهم. وأحيانا يكتمون الحق بغضا للطرف الآخر، ولذلك فذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر نبوته موجودة عندهم في التوراة والإنجيل، لكن يكتمونها ولا يدرسونها ولا يقرؤونها أمام أتباعه بغضا وحنقا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ولذلك الله عز وجل فضحهم في هذا وقال يعرفونه، يعني يعرفون نبوته وصفته كما يعرفون أبناءه، يعرفون ما بشيء خاف عنهم، لكن بغضا للطرف الآخر، بغضا للمسلمين أن يخصهم الله بآخر رسالة سماوية. ولذلك نحن نجزم معاشر المسلمين بأن الكتب التي معهم محرفة لهذه الأغراض، كما قال الله عز وجل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وإيش وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال الله عز وجل في آيتين يحرفون الكلمة عن مواضعه، وفي آية أخرى يحرفون الكلمة من بعد
مواضعه. وقال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ويقول الله عز وجل: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال الله عز وجل: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا لا يوثق بما عندهم من الكتب أبدا، لأن الدليل المتواتر أثبت بأنها محرفة. وبناء على ذلك ننتقل إلى مسألة قريبا جوابها كأنه مضى، وهو: ما حكم الاطلاع على التوراة والإنجيل المعاصرة الآن التي في أيدي القوم، وهم حريصون على نشرها وعلى إيصالها للمسلمين، لا سيما مع تيسر وسائل التواصل الآن؟ فهل يجوز للمسلم أن يطلع على شيء من التوراة والإنجيل؟ الجواب: هذا الأمر فيه تفصيل. فإذا كان المقصود باطلاعه اطلاع هداية ورغبة في التعرف على طريق الله عز وجل أو الاستهداء بما فيها، فإنه محرم، لا يجوز. لا يجوز أن يطلب الإنسان الهدى بالاطلاع على ما في التوراة والإنجيل، لأن ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، وبه تقوم المحجة. وروى الترمذي بإسناد، وروى الإمام أحمد بإسناد حسن لغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب جاء بنسخة من التوراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه نسخة من التوراة. فجعل عمر يقرأ، وجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال أبو بكر: يا عمر، ثكلتك الثواكل، أو ما ترى إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم سواء السبيل، ولو كان أخي موسى حيا وأدرك نبوتي لما وسعه إلا أن يتبعني. وفي جامع الإمام الترمذي بإسناد حسن لغيره من حديث جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، إنا نسمع من يهود أحاديث تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون فيها كما تهوكت اليهود والنصارى؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا لاتبعني. فإذا لا يجوز للإنسان أن يطلع عليها إذا كان مقصود اطلاعه طلب الهدى والاستقامة والتعرف على مراد الله عز وجل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان المطلع عليها عاميا ليس عنده فرقان في معرفة الحق من الباطل، فهذا لا يجوز أن يطلع عليها سدا لذريعة فساد عقيدته واختلاس إيمانه أو وقوعه فيما لا تحمد عقباه من التحريف أو من قبول شيء من التحريف الذي فيها، كما نقوله في سائر كتب أهل البدع. فلا يجوز للإنسان العامي أن يطلع عليها سدا لذريعة فساد عقيدته. وأنتم تعرفون أن من مقاصد التشريع حفظ الدين. الثالثة: أن يكون المطلع عليها من فحول العلماء، ويكون مبدأ اطلاعه إبراز جوانب التحريف أو الرد على القوم بما يؤمنون به، فهذا لا بأس به ولا حرج، كما فعله ابن تيمية رحمه الله تعالى في النقل الكثير من التوراة والإنجيل مع الرد عليه برد العالم الراسخ في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذلك كما فعله الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، وهما كتابان لا ينبغي لمن أراد أن يناقش أهل الكتاب إلا ويطلع عليهما ويكون لهما مختصرا عندهم، لأن جميع ما يريدونه من الشبه والحكايات والقصص والأخبار قد أجاب عليها ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. كما أن من أراد أن يناقش الرافضة فإنه لا ينبغي أن يدخل معهم في مهاترات إلا وبعد أن يقرأ قراءة متأنية لمنهاج السنة النبوية لابن تيمية. فلذلك لا غرابة أن يحاربوا هذا الرجل بخصوصه، لا الرافضة ولا اليهود والنصارى، لأنه كسرهم وكسر مذهبهم وكسر أصولهم ومرغ بوجوههم وأنوفهم التراب. فتتبعهم
وهدم قواعدهم فخر عليهم السقف من فوق. فأنا ما ألومهم في بغضه، فإن من جاءك وهدم أصولك فإنك ستبغضه. فابن تيمية مبغوض لمثل هذا. فمن أراد أن يناقش اليهود والنصارى فلا بد أن يطلع على هذين الكتابين، ومن أراد أن يناقش الرافضة فلا بد أن يطلع على كتاب ابن تيمية منهاج السنة النبوية، ويكون له ملخصا، لأن غالب ما يريدونه من الشبه قد أجاب عليه ابن تيمية رحمه بإجابات عظيمة. فإذا نخلص من هذا أن الاطلاع عليها مخصوص بمن توفر فيه أمران: الأمر الأول أن يكون عنده علم يفرق به بين الحق والباطل، الشرط الثاني أن يكون مبدأ اطلاعه إنما هو للرد أو بيان التحريف والتزييف في هذه الكتب. هذا ما يتعلق بهذا درس الطحاوية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.